مساء الخير على متابعينا في كل مكان، متابعي جريدة وموقع على مصر في كل مكان. رجعنا لكم تاني يعني في لايف جديد، يعني خلال اللحظات الأخيرة من خروج جثمان والدة يعني المطرب الشعبي محمود الليسي من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر. أصحاب الجنائز ينتظرون قليلا، يعني طبعا يعني طبعا زي ما حضراتكم شايفين كان أبرز الحضور اليوم يعني في جنازة والدة المطرب الشعبي محمود الليسي. طبعا كان معانا يعني نجم الأغنية الشعبية والنجم الشعبي طبعا عبد الباسط حمودة، يعني زي ما حضراتكم شايفين الآن خروج جثمان والدة المطرب الشعبي محمود الليسي من مسجد الحصري ب 6 أكتوبر. طبعا كان أبرز الحضور طبعا زي ما حضراتكم شايفين عبد الباسط حمودة جالس أمام حضراتكم منتظر يعني خروج الجثمان، وأيضا معانا محمد عبد السلام، يعني زي ما حضراتكم شايفين نجوم الأغاني الشعبية. يعني أمامنا محمد عبد السلام، وأمامنا طبعا على الجانب الآخر محمد عبد السلام أمامنا الآن، يعني الآن خروج جثمان والدة يعني المطرب الشعبي طبعا يعني زي ما حضراتكم شايفين عبد الباسط حمودة في انتظار يعني جثمان. يعني الآن خروج يعني زي ما حضراتكم شايفين المشهد، يعني محمود الليسي طبعا يعني انهار، يعني البكاء باين على يعني وجهه، يعني الوداع الأخير لي يعني والدته. بس يا جماعه بقى على حد هنا بعدين، انا لله وانا اليه راجعون، ادعوا لوالدك يعني ليسي وسعوا الله يا جماعه بعد اذنكم. بعد اذنكم يا جماعه، تعالوا كده يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. اللحظات الأخيرة، الوداع الأخير لمحمود الليسي، يعني الوداع الأخير لوالدته. نسألكم الدعاء لوالدته يعني ابعد عني يا عم. إنا لله وإنا إليه. وسع محمود، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الوداع الأخير لمحمود الليسي يعني لوالدته، يعني اللحظات الأخيرة، لحظات الوداع، اللحظات الأخيرة. يعني زي ما حضراتكم شايفين عبد الباسط حمودة يعني يساند المطرب الشعبي محمود الليسي، يعني طبعا يعني فقد اعز يعني مليء وهي الست الوالده. يعني اسالكم الدعاء ليها، يعني زي ما حضراتكم شايفين بكاء، ويعني البكاء يعني حاجه الوداع، يعني الوداع يعني اخر كلمات قالها المطرب الشعبي محمود الليسي في الجنه، يما في الجنه يا ست الحبايب. يعني الوداع حاله من الحزن، يعني حاله من الحزن تسيطر على يعني
يعني زي ما حضراتكم شايفين الأهل والأحباب الوداع الأخير لوالدة يعني المطرب الشعبي محمود الليسي، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. نسألكم الدعاء، يعني نسأل المولى عز وجل يعني تغمدها برحمته وأن يسكنها في سياح جناته. يعني الفنان عمر كمال المطرب الشعبي عمر كمال، يعني حضراتكم بص ما انا بص عليه، يعني طبعا كان ايضا احد الحاضرين عمر كمال، وطبعا يعني بنشوف حالة من الحزن الشديد زي ما حضراتكم شايفين، يعني رحمة الله يعني عليها. نسألكم الدعاء لوالدة يعني المطرب الشعبي محمود الليسي. نسألكم الدعاء لوالدة المطرب الشعبي محمود الليسي، يعني حيث انتقلت يعني الآن، كانت يعني لحظات الوداع، اللحظات الأخيرة لخروج جثمان والدته، وكان آخر مشاهد يعني وآخر كلمات له الوداع يا أمي، الوداع يا أمي. إن الله يعني هذه كانت آخر الكلمات. كنا معكم عبر لايف أهل مصر يعني لتغطية كاملة من جنازة يعني والدة المطرب الشعبي. يلا تعالى عند العربية. طبعا يعني هذه كانت أبرز يعني المشاهد، كانت مشاهد صعبة. الآن يعني خروج يعني متابعينا في كل مكان، هذه كانت ابرز يعني تغطيه يعني جنازه والده المطرب الشعبي محمود الليسي. دمتم في رعايه الله وحفظه، ونسالكم الدعاء لوالده المطرب محمود الليسي، يعني وربنا يصبره ويجعل يعني طبعا مرضها شفيع ليها يوم الدين. يعني نسالكم الدعاء لوالدته، ونلقاكم على خير ان شاء الله في لايف جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه، دمتم في امان الله.